السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. في عهد الزهر إذا كان واحد شخص بين شخص فلوس ووقت الزكاة الجزء إذا الرجال ما رجع مسلم وصاحب الحق تحرر الحق يسجل فلوس تحت الديونات أو لا؟ واضح سؤال، يعني شخص أقرض آخر مالا فجاء موعد زكاة أمواله، فهل عليه أن يزكي الأموال التي أقرضها غيره؟ الجواب لا يجب عليه أن يزكيها إلا إذا توفرت ثلاثة شروط. لا يجب عليه أن يزكيها إلا إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون غير مؤجلة، بمعنى أن هذا الدين لا أجل فيه أو فيه أجل وقد انتهى. أما لو كانت فيها أجل ولم يأتي، لم يحن وقت ردها، لم ينتهي الأجل، فلا زكاة عليه فيها. والشرط الثاني أن تكون على وفي، على شخص صاحب ذمة يرد الحقوق ولا يماطل فيها. أما إن كان مماطلا تذهب إليه ويقول لك ما معي، أو تعالي بعد شهر، تذهب إليه سأتيك بها بعد فترة، عرف عنه المماطلة فلا زكاة عليك فيها. والثالث أن يكون مليا، أي غير معسر. فإن كان معسرا لا يوجد لديه أموال يقضي بها ما عليه، فلا زكاة عليك فيها. إذن عليك أن تزكي الدين إذا كان غير مؤجل وكان مرجوا، بأن كان على وفي ملي. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا زكاة عليك فيما أقرضته أو داينت به غيرك، والله تعالى أعلم.